السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نكمل حل ملحق كتاب بيت باي بيت للصف الثاني الإعدادي الترم الأول عام دراسي 2025. نحل إن شاء الله تيست على يونت 1 و 2 صفحة 25 من الملحق. هنبدأ بالمحادثة إن شاء الله. مصطفى is talking to مريم about her job. مصطفى بيتحدث مع مريم عن وظيفتها. What's your job? ما وظيفتك؟ قالت له إجابة، سألها سؤال، قالت له I am looking after patients، أنا بعتني بالمرضى. يبقى هي كده شغالة إيه؟ ممرضة. يبقى I am a nurse، أنا ممرضة. طيب هنا الوظيفة بتاعتها هي إيه؟ What are you doing now؟ ماذا تفعلين الآن؟ بعد كده سألها سؤال، قالت yes I like my job، يبقى هل تحب وظيفتك؟ Do you like your job؟ هل تحب الوظيفة الخاصة بك؟ بعد كده قالت لها أو قال لها Why are you feeling tired؟ لماذا تشعرين بالتعب؟ يا بتشعر بالتعب ليه؟ طب شوف الاول كده if you are tired، لو انت متعبه why don't you have a rest، لماذا لا تاخذي راحه؟ يبقى كده تقول ليه انت زعلانه، ليه تشعري بالتعب؟ يبقى اكيد عشان المستشفى كانت زحمه. يبقى because the hospital was busy today، لأن المستشفى كانت مزدحمة اليوم. بعد كده قالت له أو قال لها ليه لو أنت تعبان ليه ما تاخديش راحة؟ فتقول له طبعا أنا سوف أفعل ذلك، ممكن أوكي مثلا بس تكفي، أو أوكي أي ويل دو سوف أفعل ذلك، أو أي ويل دو ذات سوف أفعل ذلك. بعد كده إن شاء الله حل الباسج مباشرة. السؤال الأول What is the main idea of the passage؟ ما هي الفكرة الرئيسية للفقرة السابقة reading القراءة. Why do you think you need to read in a quiet place؟ في رأيك لماذا تحتاج إلى الهدوء أو لمكان هادئ عند القراءة؟ To concentrate للتركيز. What can you do to remember what you read؟ كيف تستطيع أن تذكر ما تقرأه؟ I need a pen، أحتاج قلم. To circle the important points، عشان أعمل دايرة على النقاط الهامة. ست اختيارات. What does the underlined word others refer to؟ كلمة other تشير إلى إيه؟ people، ناس. السؤال الخامس the underlined word enjoyment means، كلمة enjoyment بتساوي كلمة pleasure، متعة أو فرح أو سرور. Many people read to improve the language، كثير من الناس بتقرأ حتى تطور اللغة الخاصة بهم. بعد كده أسئلة الاختيارات بإذن الله. السؤال الأول كمال likes to space some sports after school، كمال بيحب يعمل بعض الرياضات بعد المدرسة، يبقى do some sports، الإجابة letter B. السؤال الثاني I like to sit on the space and watch TV at night، أنا أحب أن أجلس على إيه وأشاهد التلفاز ليلا، يبقى كده بحب أجلس على صوفة كنبة، الإجابة letter C. السؤال الثالث سلمى space late for her work، سلمى متأخرة على العمل. هنا always is مش هتنفع لأن is لازم أحطها في الأول، يبقى مش هتنفع. always be مفيش be أصلا، تيجي بعد always. always isn't برضو لازم أحط verb to be قبل ظرف التكرار، يبقى مستبعدة. يبقى is always هي دايما متأخرة على عملها، الإجابة letter D. بعد كده إن شاء الله صفحة 27 the street was so busy، الشارع كان مشغول جدا. my father took many time to space the car، والدي خد وقت كتير عشان ايه العربية. عندي بارك يعني يركن، ووش يغسل، ريبير يصلح، كومينيوكيت يعني يتواصل. هنا ريبير مش هيصلح لان الشارع مشغول، خلاص كده يبقى مش تنفع ريبير خالص. ووش يغسل مش تنفع، مش مناسبة للمعنى. كومينيوكيت يتواصل لا، يبقى بارك يركن السيارة اللي خاصة به، الاجابة لتر اي. السؤال الخامس لوك الي از بيس ا فيري نايس سوت، ألاحظ هنا لوك وراء علامة التعجب بمعنى انظر، من الكلمات الدالة على زمن المضارع المستمر
ام از يوز فعل اخر اني جي الي حتاخد از ويرينج الي يلبس بدله رائعه جدا. السؤال السادس وي ويتد فور ا لونج تايم فور اور بلين ات ذا سبيس تو تيك اوف احنا انتظرنا وقت كبير فين للطائره حتى تهبط في ستيشن محطه ولا ريستورانت مطعم ولا ايربورت مطار ولا بورت ميناء ايربورت مطار اللي جايبه لترسي. السؤال السابع اتس سبيس تو فيل نيرفس بيفور ماي اكزام ات سكول انه ايه ان انت تشعر بالتوتر قبل الامتحان في المدرسه تشعر بايه بالتوتر يبقى كده لا انه تشعر بالتوتر ده شيء طبيعي يعني يبقى نورمال شيء عادي الاجابه لتر ايه كيرلس يعني مهمل وكيرفول حريص ونايس يعني رائع. السؤال الثامن ذيس بارك از ريلي سبيس سو وي كان بلاي فوتبول هير هذه الحديقه العامه هي حقا ايه لذلك نستطيع ان نلعب كره قدم هنا سمول صغير ليتل قليل اجلي قبيح لارج كبير يبقى لارج كبير الاجابه لتر دي. بعد كده ان شاء الله السؤال العاشر لا التاسع سبيس يو وي فيزيت ذا زو توداي توداي هنا يبقى كده هيا نزور حديقه الحيوان اليوم يبقى كده ديت اقتراح هاف محتاجة فعل في التصريف الثالث وفيزيت فعل في المصدر هاز نفس الفكرة وهاز ما بتجيش مع الوي شال تنفع وار لو هستخدم محتاج فعل اخر اي ان جي مش تنفع يبقى شال الاجابة لتر سي. بعد كده السؤال العاشر يو كان سي يور سيلف ان ذا سبيس تو ميك شور يو لوك نايس يمكنك ان ترى نفسك في ايه حتى تتأكد انك رائع دور باب ميرور مراية وردروب دولاب بيسن اللي هو الحوض يبقى ميرور المراية الاجابة لتر بي. بعد كده ان شاء الله اسئلة التصحيح مازن كان رايد هيز بايك هنا انا بوصف طريقة قيادة مازن يبقى ظرف الظرف بكونه من ايزي بي ايزلي حط اي قبل الواي. بعد كده دو شيرين بلاي تنس هل شيرين تلعب التنس هنا شيرين مفرد يبقى داز يعني داز بتيجي مع المفرد. رامي isn't study isn't طالما موجودة بحط الفعل أخرى ان جي لأن ده مضارع مستمر يبقى study. أكرم is always lazy he often comes on time هنا أكرم هو دايما كسول هو أبدا لا يأتي في الوقت المحدد يبقى never لأنه كسول. بقى كده إن شاء الله صفحة 29 أشرف is asking أيمن about his hero أشرف بيسأل أيمن عن البطل الخاص به هو از يور هيرو أيمن من البطل الخاص بك أيمن قال له إجابة قال له وات ووز يور جراند فازرز جوب ما هي وظيفة جدك يبقى هو كده بيتكلم عن مين جدي يبقى هيقول ماي هيرو از ماي جراند فاذر هو جدي. سألوا سؤال what was your grandfather's job ماذا كانت وظيفة جدك هنقول على الوظيفة بس لازم نقرأ الجملة اللي بعديها. تمام هو قال له هو بيشتغل في مستشفى كبيرة في القاهرة يبقى هو كده ايه دكتور يبقى he was a doctor هو طبيب. بعد كده صفحة 30 قال له great عظيم سألوا سؤال قال له he worked in a big hospital in Cairo هو عمل في مستشفى كبيرة في القاهرة يبقى أين كان يعمل يبقى where did he where أين كان يعمل. Did he used to be a volunteer هل هو كان معتاد أنه يكون متطوع yes he did. سأله سؤال قال له yes I am so proud of him نعم أنا فخور جدا بي يبقى هل أنت فخور به؟ يبقى are you proud of him؟ بعد كده إن شاء الله ست الاختيارات في صفحة 30 داليا came first in the space of singing هنا داليا جت الأولى في الغناء يبقى مسابقة الغناء competition إجابة letter A. السؤال الثاني سبيس يو سي ذا فيلم اباوت ذا ايرثكويك اون تي في لاست نايت لاست نايت بيدل على الماضي فكده هسال بديد عشان كمان جاي بعديها فاعل ثم فعل في المصدر يبقى مش هينفع وير لان لو استخدم وير بجيب فعل اخر ان جي
مش ينفع دو لاني بتكلم في الماضي، مش ينفع ويل لاني بتكلم في المستقبل بويل، وهنا بتكلم بالمضارع، وهنا في لاست نيت بتدل على الايه؟ على الماضي. السؤال الثالث، last year I was based to Cairo and visited a fantastic museum. last year بتدل على الماضي، يبقى كده went، التصريف الثاني من go. last year I went to Cairo and visited a fantastic museum. السنة اللي فاتت أنا ذهبت للقاهرة وزرت متحف رائع. السؤال الرابع، you should do exercise with a good sportist. يجب عليك أن تمارس التمارين مع إيه؟ رياضي جيد، يبقى كوتش، مدرب رياضي جيد. الإجابة لترديم. لسه ما زلنا في الصفحة 30. السؤال الخامس، his base on dream when he was 20 and they got married in 1983. هو ايه مع خالتي ريم عندما كان عمره 20 وهما تزوجوا في 1983؟ met قابل في الماضي، was meeting كان يقابل، meets في المضارع، will meet ديت سوف يقابله. انا بتكلم في الماضي على احداث متتاليه، يبقى met. الاجابه لتر ايه. السؤال السادس، would you like to see the space match in the stadium? I have tickets. هل تريد أن تشاهد ماتش إيه في الاستاد؟ أنا عندي التذاكر. هنا عندي سيجنال إشارة، فان ممتع، توتال يعني كامل، فاينل المباراة النهائية، هي المباراة النهائية. الإجابة لترديم. بعد كده السؤال السابع، داليا كيم فيرست إن ذا سبيس أوف سينجينج. لسه محللها من فوق خالص على فكرة نفس السؤال. يبقى هنا كومبيتيشن اللي هي مسابقة الغناء. الإجابة لتر سي. بعد كده السؤال الثامن، this player plays for the space team. He is still young. هذا اللاعب بيلعب لفريق إيه؟ هو لسه صغير، يبقى فريق الناشئين، جونيور. الإجابة لتر بي. بعد كده إن شاء الله السؤال التاسع، were you born a rich family؟ هل أنت ولدت في أسرة غنية؟ يبقى أنتو. الإجابة لتر إيه. بعد كده صفحة 31، this great charity helps children's base heart problems. هذه الجمعية الرائعة بتساعد الأطفال الذين لديهم مشاكل في القلب، يبقى with heart problems. الإجابة لتر سي. سؤال 11، which team is base the match yesterday؟ yesterday بيدل على الماضي، فجيب التصريف الثاني من وين، يبقى won. أي فريق كسب أمس؟ سؤال 12، work day and night to find a medicine for coronavirus. هنا كانوا يعملون ليلا ونهار حتى يجدوا علاج لمرض كورونا، يبقى scientists العلماء. الإجابة لتر بي. سؤال 13، this competition is held for space teams only. هذه المسابقة هي تقام لفريق الكبار فقط، يبقى senior. الإجابة لتر دي. بعد كده السؤال ال 14، a clever space helped in a charity for sick children. A clever مين ماهر، ساعد في جمعية خيرية من أجل أطفال المرضى، يبقى سيرجن الجراح. الإجابة لتر بي. سؤال 15، I was very happy when I spaced that prize from my teacher. أنا كنت سعيد عندما حصلت على هذه الجائزة من المدرس. هنا بتكلم في الماضي عشان في was برضه، وين موجودة، يبقى تصريف الثاني من get، يبقى got. السؤال 16، as base worker helps people or animals that need help. هو العامل ايه بيساعد الناس والحيوانات الذين يحتاجون الى المساعده، يبقى كده charity، جمعيه خيريه. الاجابه لتر دي. بعد كده اسئله التصحيح باذن الله، the assistant space was helpful in the shop yesterday. assistants ديت جمع هي، تبقى where. we space decide to go for a walk because the weather was fine. كده بتكلم في الماضي، يبقى we decided، احنا قررنا ان احنا نذهب للتمشيه لان الطقس كان رائع. هلا wears a beautiful dress yesterday. yesterday بتدل على الماضي، فجيب التصريف الثاني من wear، يبقى wore. هلا هلا wore a beautiful dress yesterday. هلا لبست فستان جميل امس. where did you went؟ طالما سالت did يبقى لازم ارجع الفعل في المصدر، يبقى go. she doesn't sleep because she had a lot of work. هي لم تستطيع ان تنام لان كان لديها كثير من العمل، يبقى she didn't sleep. The story which I read yesterday عشان الماضي هيت was nice. القصة اللي قريتها امبارح كانت رائعة. We have lunch at restaurant. The food was very good. نحن تناولنا الغداء في مطعم. الطعام كان جيد. أنا بتكلم في حاجات في الماضي، يبقى كده we had.
بعد كده المحادثة في صفحة 33. عبد الله and سما are talking about the Egyptian football team. عبد الله وسما بيتحدثوا عن فريق كرة القدم، عن فريق كرة القدم المصري. Do you know that the Egyptian football team won the Africa Cup of Nations؟ هل تعرف أن فريق كرة القدم المصري كسب بطولة الأمم الإفريقية؟ قال له حاجة، قال له the team won this competition three times. الفريق هذا كسبها ثلاث مرات. يبقى كده هو مش عارف، يبقى no I don't know. الفريق المصري كسب ثلاث مرات، يبقى طبعا كده خبر بالنسبة له جيد، يبقى يقول واو. بعد كده صفحة 34. I think they are going to win the next one. أعتقد أنهم سوف يفوزون بالبطولة القادمة. سألوا سؤال، قال له it will be in Algeria، هي هتكون في الجزائر. يبقى أين سوف تكون؟ يبقى where will the next competition be، أين سوف تكون؟ بعد كده قال له سؤال تاني، yes I think they can win it، نعم أعتقد أنهم يستطيعوا أن يفوزوا بها. يبقى هل تعتقد أنهم سوف يستطيعوا الفوز بها؟ يبقى do you think they can win it؟ قال كده، قال له حاجة، يقول له طبعا أعتقد إنهم هيفوزوا، فيقول له I hope so، أتمنى ذلك أيضا. بعد كده صفحة 34. أحمد fell off his motorbike and has a terrible space on his leg. أحمد سقط من على الموتوسيكل الخاص به وكان لديه فظيع في رجله. قط جرح، هارت يعني قلب، بامب ضخ، بلانت يعني نبات، يبقى قط جرح. Don't pay the ticket it's for free، لا تدفع للتذكرة إنها مجانا. هنا باي بيجي بعدها حرف الجر فور، الإجابة لتر سي. السؤال الثالث، this medicine is effective to cure stomach، هذا الدواء هو فعال لإيه بالنسبة للمعدة؟ بامب ضخ المعدة، infection عدوى، disaster يعني كارثة طبيعية، pollution تلوث، infection عدوى، الإجابة لتر بي. السؤال الرابع، I space like tennis but now I love it، يبقى أنا لم أكن أعتاد إن أنا أحب التنس ولكن الآن بحبها، يبقى I didn't used to like tennis، الإجابة لتر سي. وخدنا نفي عشان كلمة بط، كان معتاد على شيء في الماضي ودلوقتي لأ، هو ما كانش بيحب التنس دلوقتي بيحبها، الإجابة لتر سي. بعد كده إن شاء الله السؤال الخامس، What did you to learn at primary school؟ هنا did موجودة بجيب فعل في المصدر فهي تبقى use، الإجابة لتر دي. ماذا كنت معتاد أن تتعلم في المدرسة الابتدائية؟ Don't call the police unless it's a real، لا تتصل بالشرطة إلا لما تكون إيه حقيقي. Emergency يعني طوارئ، شريط جماعة خيرية، فيكشن عدوى، هيستوري تاريخ، emergency طوارئ، الإجابة لتر إيه. السؤال السابع، The heart space blood around the body، القلب بيعمل إيه في الدم حول الجسم؟ pumps بيضخه، الإجابة لتر بي. السؤال الثامن، A or an space is someone who works for no money to help people، والشخص الذي يعمل بلا مال لمساعدة الناس يبقى متطوع، volunteer، إجابة لتر A. The earthquake was the second natural space in the city this year، الزلزال كان تاني إيه طبيعي في المدينة هذا العام، يبقى كارثة طبيعية، إجابة لتر D. Disaster. السؤال العاشر، We are very space of our ancient Egyptian history، يبقى proud of، اللي هو فخور بي. بعد كده نكمل السؤال الحداشر، سعد الصفحة. بعد كده السؤال الحداشر، she spaces the meat into small pieces، هي بتقطع اللحمة لقطع صغيرة، يبقى قط، إجابة لتر سي. My sister spaces wear a hat when she was five، هنا أختي ترتدي قبعة عندما كانت خمس سنوات. used to كانت معتادة تنفع، uses لا، أنا بتكلم في الماضي، is used to بيجي بعدها فعل آخر ing، وهنا وير فعل في المصدر يبقى مستبعدة، يوزنج تو مش هتنفع، يبقى يوزد تو الإجابة لتر إيه، كانت معتادة على. بقى كده إن شاء الله صفحة 35. السؤال الأول، I space used to like salad with when I was younger but now I love now،
I love it now. ولكن الآن أنا أحبها، يبقى لم يكن يعتاد أن يتناولها. يبقى كده used to بتتنفي بـ didn't. الإجابة letter D. السؤال الـ 14. This space gives great help to old people. هذه إيه أو هذا إيه؟ هو يعطي مساعدة عظيمة لكبار السن. Disaster يعني كارثة. Charity جمعية خيرية. الإجابة ديت letter B. السؤال 15. This football has no air inside. I need space to fill it. هذه الكرة القدم ليس بها هواء من الداخل، أحتاج إلى إيه لضخ الدم، لضخ الهواء معذرة بها، يبقى pump. الإجابة لتر دي مضخة. السؤال 16. The space is in your head. العضو ده موجود في رأسك، يبقى brain اللي هو المخ. السؤال 17. The space is very green in spring. بيبقى أخضر جدا في الربيع، يبقى countryside reef. الإجابة لتر B. بعد كده إن شاء الله أسئلة التصحيح. We used to go abroad every year. احنا معتادين ان احنا نروح الى الخارج كل عام. هنا we used to. to موجودة يبقى used بس. بعد كده السؤال الثاني. Do people used to. طالما في used to في سؤال بسأل على طول بديد. Life isn't what it used to. used to بيجي بعدها فعل في المصدر يبقى be. I wasn't used to. used to بمكان فيها بن فيها didn't. My grandmother used to tell us bedtime stories. يبقى كده used وto موجودة. جدتنا كانت معتادة تقول لنا قصص قبل النوم. How often did you. هنا طالما في did برجع الفعل في المصدر فهتبقى used من غير ال دي. بعد كده إن شاء الله صفحة 37. سارة asked يارا about what she did last Friday. سارة بتسأل يارا عن ماذا فعلت في الجمعة اللي فاتت. Where did you go last Friday؟ أين ذهبت الجمعة الماضية؟ تلاقي إجابة سألتها سؤال. تلاقي I went to my uncle's farm by car. أنا روحت لمزرعة عمي بالسيارة. هي كده راحت فين؟ مزرعة عمها. يبقى هتقول لها I. طبعا اليو بحولها ل I. وبعد كده جو بخليها في الماضي. يبقى I went to my uncle's farm. ذهبت المزرعة عمي. هتلاقي رحت بالسيارة. يبقى كيف ذهبت؟ يبقى how did you go there. كيف ذهبت هناك. بعد كده قالت لها حاجة. I helped my uncle with his work. أنا ساعدت عمي في العمل الخاص به. يبقى كده هنا سؤال ماذا فعلت هناك؟ عشان قلت لها أنا ساعدت عمي. أقول إيه مثلا؟ ماشي أقول جملة خبرية عادي. مثلا أقول لها بس لازم سؤال. لو أنا I helped my uncle with his work. أنا ساعدت عمي في المزرعة. يبقى ماذا فعلت؟ يبقى هنا سؤال. يبقى what did you do there. ماذا فعلتي هناك. How long did you stay there. قعدت قد ايه هناك. هتقول مثلا for one week. لمدة اسبوع مثلا. Did you enjoy there. هل استمتعت هناك. Yes I did. نعم. بعد كده اسئلة الاختيارات. طيب هنا برضو يعني ممكن نستشف ان جملة خبرية لديت. مثلا يبدو ان انت عملت حاجات كتير هناك. قالت لها جملة خبرية. لو فرضنا بس هي يعني المفروض لازم يكون في سؤال. يقول لها مثلا you made many things there. انت عملت حاجات كتير هناك. بس جملة خبرية مش سؤال. دي بالنسبة دي بديلة لسؤال التالت. بس انا اعتقد ان هي لازم تكون فيها سؤال بس الكتاب ما عملش علامة الاستفهام. بعد كده السؤال الاول في الاختيارات في صفحة 37. نور الشربيني won the world squash space in 2020. هنا نور الشربيني كسبت بطولة السكواش العالمية وبطولة العالم السكواش سنة 2020. 2020 يبقى championship. الاجابة لتر دي. السؤال الثاني. Doctors and nurses are nowadays doing space work. هنا الأطباء والممرضات هذه الأيام يقوموا بعمل إيه؟ stupid غبي هيريك بطولي simple بسيط terrible فظيع. يبقى هيريك بطولي. الإجابة letter B.
بعد كده ان شاء الله صفحه 38 وي شود هيلب ستريت سبيس باي ثروينج رابش انتو بينز. هنا نحن ينبغي علينا ان احنا نساعد مين لنرمي القمامه في اسلات القمامه. يبقى كده هيلب ستريت كوليكتورز اللي هم لا كلينرز رابش كوليكتور، لو هنا عايز رابش يبقى رابش كوليكتور، يبقى كلينرز بشكل عام اللي هي عمال النظافه. The businessman asked to meet the bank. هنا رجل الأعمال طلب إن هو يقابل مين للبنك؟ عندي درايفر سائق، مانجر المدير، رايدر السائق برضه، كوليكتور جامع القمامة، يبقى هنا مانجر المدير اللي جاب لتر بي. What is the space why you are leaving your new job سامح. What is the إيه بقى إن اللي خليك أنت تغادر العمل الجديد يا سامح؟ Season يعني فصل. Present sign reason سبب question سؤال، يبقى ما السبب reason إجابة لتر سي. السؤال السادس are you space that you can answer this question، هل أنت إيه في إجابة أن أنت تستطيع تجاوب هذا السؤال، هل أنت متأكد؟ شور الإجابة لتر دي. بعد كده هنكمل إن شاء الله. بعد كده إن شاء الله السؤال السابع my cat knows space way home. ماي كات غير عاقل في الملكية بحط اتس، يبقى اتس فين الأولى؟ لما ات دي ات وإز إنها تكون اتس إنها تكون بره، يبقى اتس دي. ماي كات نوز اتس واي هوم، تعرف القطة الخاصة بيا طريقها. كوليكتورز احنا لسه قايلينها من شوية، رابش كوليكتور اللي هي جامع القمامة. ويرك هارد تو كيب ذا سيتي كلين، بيعمل بجدية حتى يحافظ على المدينة نظيفة. بعد كده ان شاء الله السؤال التاسع I was tired but I space better. انا كنت متعب ولكن تحسنت اللي هي got better الإجابة لتر بي. السؤال العاشر can you see the person who is standing، هل انت ممكن ان تشوف الشخص الذي يجلس هناك؟ there يبقى stand there. السؤال الحداشر the captain's space effort helped save the ship from sinking، هنا العمل البطولي للكابتن قدر ان هو ينقذ السفينه من الغرق، يبقى هيرت الاجابه لتر اي. بعد كده ان شاء الله السؤال ال 12 والاخير اي ووز سبيس اوف ذا بيج دوج، انا كنت اشعر بايه من كلب ضخم، يبقى سكيرد خائف الاجابه لتر دي. شكرا وسلام.